وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وسلام طيبين مباركين على النبي المطهر وعلى آله وصحبه خير أهله ومعشره. وبعد، إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أقصى الانتهاكات في عالمنا اليوم. لذا نقدم لكم برنامج الإذاعي لهذا اليوم الخميس 24 من نوفمبر سنة 2022 والثلاثون من ربيع الآخر سنة 1444 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن ضياء ونورا نهتدي به في ظلمات الدنيا، وخير بداية مع القرآن الكريم والطالبة رغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حديث شريف والطالبة ريحانة البدوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومع الحكمة عن العنف ضد المرأة والطالبة مريم الخواجة. حكمة اليوم: ما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. علاقة الصدق في أقواله والرفق في أفعالك. إن الصدق منجي. ومع القيمة الإرشادية بعنوان الصدق والطالبة رافعها. الصدق من أحب الصفات إلى الله تعالى، وهو سنة الأنبياء الطاهرة. والصدق من أعظم الأخلاق، وهو منبع الفضائل التي أمر بها الإسلام. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين في الصدق في جميع الظروف والأحوال، إذ يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه للبلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. ومع كلمة عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والطالبة ريماس حرز. من أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي: أولاً افتتاح محور المحمودية بقناة السويس، ثانياً إنشاء قناة السويس الجديدة. القناة الجديدة تعد خطوة مهمة ودفع عجلة الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري وعالمي. ثالثاً إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. رابعاً إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خامساً إنشاء الطرق والسكك الحديدية. سادساً إنشاء محطة بنبال للطاقة النووية وأخرى محطات للطاقة الشمسية. ويواصل الرئيس التطوير والبناء. دوري وكياني وثمار تملأ بستاني، البيئة بحري وسمائي وبرار فيها أوطاني. ومع كلمة عن التغيرات المناخية والطالبة عائشة عباس: المناخ هو حالة الجو والتغيرات التي تطرأ عليه، وهو نعمة من الله. فالهواء والشمس والماء وكل شيء خلقه الله هو نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها. لا بد من التحرك بين الدول لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية. حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ومع كلمة عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والطالبة أميرة محمد. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم. في 2014 كان الموضوع الرسمي المصاغ من قبل المبادرة الأمين العام للأمم المتحدة
والمسمى بالاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة، هو لون جارب باللون البرتقالي. أما بالنسبة لعام 2018 فكان الشعار الرسمي للحملة لون العالم بالبرتقالي، إذ يمثل اللون البرتقالي مستقبلا مشرقا وعالما خاليا من العنف الموجود. أحبك يا مصر وبعشق ترابي، ولف المداين وارجع لبابي، واحس بكياني وكرامتي في رحابي، يقولوا فقيرة يقولوا أسيرة، بشوفك أميرة. وأحبك يا مصر وأحبك صبية على البحر جاية، في ساعة عصاري تبين جمالها وترجع تداري. وأحبك مراكب تعدي اللي راكب لبر الأمان، يدوب جوانيلك ويعطش يجيلك يقولك كمان. في أرضك يحس الغريب إنه مصري، ويلقى الرعاية ويلقى الحماية من كل جانب. بحبك يا مصر يا ساكنة في ملامحي يا ست الحبايب، ولادك بنوكي بروحهم فدوكي، ويشهد عليهم ترابك في سينا. بحبك 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 يا مصر. قامت الأمم المتحدة وضع تعريف للعنف ضد المرأة، ومع كلمة بعنوان العنف ضد المرأة جائحة عالمية وطالبا هو عادي. العنف ضد المرأة جائحة عالمية. أشارت الهيئة العامة للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة بأنه جائحة عالمية بعدة أشكال، سواء كان جسديا أو نفسيا، وعرفته عام 1993 في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى أو يحتمل أن يؤدي إلى أسد جسدي أو ذهني معاناة للنساء، بما يتضمن التهديد أو حرمان المرأة من حريتها سواء على صعيد شخص أو وضحنا إليك الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة ومظاهر العنف المتعددة. قد وصلنا لختام البرنامج الإذاعي. كانت معكم من إذاعة مدرسة السر الإعدادية بنات الطالبة لين تامر البدوي، والسلام عليكم. وإيه حدودي جوا مني غير جناني، هو إيه مخليني منتظر لحظة أماني، هو إيه خلاني متشعلق في أرضك وفي حيطانك، ومع قصيدة بعنوان مصر العزيزة وطالبة نهى الجزار. مصر العزيزة أمنا، فداكي روحي ودمنا، اللي يهينك اللي يبيعك اللي قتل اللي سلب ملوش مكان في وسطنا. جعلتك يا مصر في مهجتي وبحبك قلبي ارتوى، يا مصر من فوق سابع سما ذكرك في الكتاب مقرر، هرمون حبك في القلوب مسطر. ما تزعليش يا مصر، ما تزعليش يا مصر، حقك علينا والعدو لابد يرحل. وعد علينا لنخلي رايتك في السماء ونردد سوا، مصر امنا حلمي بامنا، حلمك يا مصر حملنا، عهد علينا لربنا. ومن اكثر الابيات الشعريه المعبره عن دور المراه واهميتها في المجتمع هي ابيات الشعر الوارده على لسان حافظ ابراهيم، والتي تم تنظيمها على بحر الكامل. منها الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وما أتكلم عن الوقاية من العنف ضد المرأة وقلب رهبها. الوقاية من العنف ضد المرأة، وإن أفضل طريقة لإنهاء العنف ضد المرأة هي الوقاية منه ومنع حدوثه منذ البداية، ويكون ذلك من خلال معالجة أسبابه التي تقوم على الأعراف الاجتماعية الخاطئة والتمييز بين الجنسيين، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسيين، تعزيز علاقات الاحترام المتبادل بينهما، منح المرأة جميع حقوقها الإنسانية، تعزيز استغلال المرأة الاقتصادي، زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول هذه القضية من خلال وسائل الإعلام ومواقع النساء. هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، ومع كلمة بعنوان العنف المعنوي والطالبة مريم الخواجة. التقليل من شأن المرأة أو معاملاتها على أنها درجة ثانية أو في مكان أقل من الرجل يعد عنفها، والتفرقة بين المرأة والرجل عنف في حد ذاته، وللأسف هذا ما نشاهده ونتعرض له كل يوم، وما زالت المرأة تواجه صعوبات لإثبات نفسها في العنف. إن الدين الإسلامي هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين، ومع كلمة بعنوان دور المرأة في الإسلام وطالبة مير شريك. دور المرأة في الإسلام، حرص الإسلام على تعزيز دور النساء وحسب السنة النبوية الشريفة على إظهار دور المرأة وتوصية التعامل الحسن. أما أبرز ما يظهر دور المرأة في الإسلام هو دور العديد من الصحابيات في
معذورين اني بحبك والجمال ساكن في فن. مستحيل ابعد واغرب بعدي عنك فيها موت. هما قصيدة عن الوطن وطالبة من